السلام عليكم طلبتنا الأعزاء في قسم تقنيات المختبرات الطبية بالكلية التقنية في الشطرة. هذه هي المحاضرة الحادية عشر في درسنا الأجهزة المختبرية الطبية. تبدأ هذه المحاضرة من صفحة 60، أو أن الصفحات السابقة الصفحات من 46 إلى 60 هذه غير داخلة، من صفحة 46 إلى 60 غير داخلة مؤقتا إلى أن نصير عندنا مجال نرجع لها بعدين. وهذه محاضرتنا الآن تبدأ من صفحة 61، محاضرتنا الآن تبدأ من صفحة 61 وهي عن موضوع البايو سيفتي. بايو سيفتي يعني الأمان الحيوي. محاضرتنا بايو سيفتي كابينيت، كابينات يعني كابينات او شلون نقول او غرف او كابينه غرفه، يعني غرف الامان الحيوي. ديفاينيشن تعريفها وانواعها، كلاسز انواعها ثلاثه انواع. بالبدايه خلينا نشوف صور لهذه البايو سيفتي كابينات. هي اجهزه كبيره الحجم تكون بهذا الشكل. تلاحظون الشخص هنا او العاملة هذه اللي في المختبر وين قاعدة؟ قاعدة يم جهاز كبير بشكل غرفة. هسه راح نشوف مواصفاتها. وهذا أيضا شكل آخر مشابه، وهذا شكل آخر أيضا مشابه نفس الفكرة. هي مكان للعمل، مكان أمين بأمان حيوي يشتغل به البيولوجي المختص بالمختبرات الطبية. هذه شكلها بايو سيفتي كابينت ديفاينيشن، تعريف كابينات الأمان الحيوي. بايو سيفتي كابينت ار ان كلوزد ورك سبيس، يعني مكان عمل مغلق، وذ ا فنتليتد هود، ومجهز ب يعني مفرغات هواء، فرغات او شافطات هواء هود. مرات يسموها ياكل، يسموها الكابينت، مرات يسموها هود، بس احنا راح نشوف هسه التفاصيل الاخرى. فنتليتد هود يعني شافطات هواء او مفرغات هواء. ذات از ديزايند تو كونتين، التي تصمم لاحتواء الباثوجينيك مايكرو اورجانيزمز، يعني الكائنات الحيه الممرضه تحتويها وتاخذها تبعدها عنه. During microbiological process، خلال العمليات البيولوجية، العمليات البيولوجية يعني اقصد بها زرع البكتيريا، فحص البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات. فنحتاج هذه البيوسيفتي كابينيتس، وهي نوع من عندها موجود عندنا في الكلية، يشوفونه ان شاء الله. The primary purpose، يعني الغرض الاساسي of biosafety cabinets للكابينات الامان الحيوي، is to protect the laboratory personnel، يعني تحمي الشخص العامل في المختبر. protect حماية، laboratory مختبر، personnel الشخص اللي يشتغل في المختبر، and the environment والبيئة المحيطة به بالشخص العامل. تحميها منين؟ protect from the pathogenic organisms، من الكائنات الحية الممرضة اللي هي شنو؟ هي البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات. اللي يكون شلون هذه، يعني منين تجي هذه الباثوجينيك اورجانيزم؟ تجي از ايروسولز. ايروسولز يعني معناها رذاذ، او فد يعني جزيئات محمولة بالهواء وتساقط على 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 الشخص هذا وعلى في البيئه. فايروسولز معناها رذاذ، معناها might be formed، الذي قد يتكون during the processing of such micro organisms، التي قد تتولد عند البروسيسنج، يعني العمل مع او معالجه او يعني نفحص مثل هذه المايكرو اورجانيزمز، الكائنات الحيه. Biosafety cabinets are only used for certain risk group organisms،
يقول هذه البايو سيفتي كابينيس مو دول احنا نستخدمها، نستخدمها اونلي فقط يوز فقط تستعمل فور سيرتن ريسك جروب، يعني بعض الكائنات الحيه الخطيره الممرضه، and for processes ولعمليات processes that might result in aerosol formation التي قد ينتج منها هذا الرذاذ، قلنا المتطاير اللي يتساقط يتكون من عندها هذا الرذاذ، فاحنا نستخدم هذه البايو سيفتي كابينيت. These cabinets هذه الكابينات are provided with هذا في فلتر خاص HEPA HEPA filters، نوع خاص من المرشحات او الفلترات تكون هذه الكابينات مزوده به ذات ديكونتامينيت التي تزيل التلوث، ديكونتامينيت يعني تزيل التلوث، تلوث الهواء اير موفينج اوت اوف ذا كابينت، تزيل تلوث الهواء الذي يخرج موفينج اوت اوف ذا كابينت الذي يخرج من الكابينه. بايو سيفتي كابينتس كابينات الامان الحيوي might be confused قد يحدث احيانا بعض الخلط او الاشتباه بين confused ويا من يصير confused with the laminar hoods، اكو هود هذا الهود مجرد صفائح بها مفرغات هواء فقط، يعني فد جهاز كبير مكون من صفائح من الحديد وبمجال للعمل يشبه هذه الصور اللي شفتكم اياها، بس هذا شنو بس مفرغات. ليش يصير هذا الخلط بين البايو سيفتي كابينتس واللامينر هود؟ As both of these لأن كل من عندهم pieces هذه القطع of equipment من المعدات work تعمل as an enclosed work space لأنها كلها تعمل بطريقة تكون مغلقة. But ولكن laminar hood only provides protection، لكن الهود اللامينر هود يعطي فقط protection to the sample للعينة اللي نشتغل بها فقط يعطي حماية. And not to the personal وليس للأشخاص personal and the environment وليس للأشخاص والبيئة المختبر اللي نشتغل بها. بينما wireless biosafety cabinets protect all of these، بينما الكابينت biosafety cabinet تحمي ال sample وتحمي ال person وتحمي أيضا ال environment ثلاثتهم، بينما هذه اللامينر هود يحمي فقط ال السامبل، يحمي protect only sample. The use of biosafety cabinets or other such physical contaminant استعمال هذه الكابينات الحيوية أو ما يشابهها فيزيائيا is not required in the biosafety level 1 ليس هناك إلها حاجة إذا كان مستوى الأمان المستوى الأول يعني المستوى البسيط، يعني ما عندنا كائنات ممرضة خطيرة مثل فيروس كورونا أو غيره، فما نحتاج هذه البايو سيفتي كابينت. حاجتنا تعتمد but depending on the risk assessment تعتمد على مقياس الخطورة risk assessment للكائن الحي اللي قاعد نشتغل عليه بالمختبر. Some processes might require such contaminant وأيضا بعض العمليات قد تحتاج هذا الكونتامينت، كونتامينت يعني المكان أو الكابينة اللي نشتغل عليه. Biosafety cabinets are an essential part يعني هي جزء أساسي of biosafety الأمان الحيوي as they minimize لأنها تقلل minimize the formation of aerosol لأنها تقلل تكون المتساقطات أو الرذاذ اللي قلنا عليه. Protecting the environment وتحمي البيئة وتخلصنا من the pathogenic الكائن الحي الممرض and the laboratory personnel وتحمي الشخص اللي يعمل بالمختبر اللي يسميه laboratory personnel. Besides إضافة إلى ذلك most biosafety cabinets also function تكون فعالة to sterilize تعقيم biological materials المواد البيولوجية that are kept inside the cabinets المحفوظة داخل الكابينات. هذه عندنا صور لثلاثة مستويات
او انواع من الامان الحيوي. هذين ثلاث كابينات، هذا يقول كلاس 1. كلاس 1 هذا بسيط، قلنا تلاحظ شلون الكابينه تكون مفتوحه، بينما كلاس 2 مفتوحه جزئيا، يعني تنسد وتنفتح مفتوحه جزئيا. بينما الكلاس 3 لاحظها مسدوده، وهذا نشوف ان السود الثري هذا المكانات العامل يدخل ايديه من هذا اللي فقط، بينما هنا لا يدخل ايديه ويعني مفتوحه تقريبا نصف فتحه، وهنا مفتوحه تقريبا كلها مفتوحه. هسه راح نشوف ذني البايو سيفتي كابينيت كلاسز، الانواع او الاصناف الثلاثه من كابينات الامان الحيوي. بايو سيفتي كابينيتس ار كلاسيفايد انتو 3، قلنا تصنف الى 3 كلاسز، ثلاث اصناف يصنفها باي ذا يو اس سنترز، فد منظمه امريكيه طبيه صنفتهم. Each with a specific performance، كل واحدة with a specific performance characteristics، يعني مواصفات للإنجاز أو للعمل، والتطبيقات and applications، صنفوها على هذا الأساس حسب استعمالها ومواصفاتها. Class 1 يعني الكابينات الأمان الحيوي من النوع الأول ومن النوع الثاني biosafety cabinets are used for biosafety levels 1 and 2، يعني تستخدم للمستوى الأمان الأول والثاني. But when used correctly in conjugation with the useful microbiological techniques، لكن عندما تستخدم بطريقة صحيحة بالارتباط او بالاقتران مع تقنيات امان بيولوجية اخرى، هذين الكلاسز الاول والثاني provides an effective contaminant system، يعني تعطينا نظام او مكان مؤثر، مكان او كابينة فعالة نظام فعال for safe للأمان manipulation، يعني العمل of moderate and high risk microorganisms، يعني تعطينا أمان ضد الكائنات الحية متوسطة الخطورة والهاي والمرتفعات الخطورة risk microorganisms. هذا اللي احنا هسه عم نحكي عن class 1 and class 2 biosafety cabinet. بعد شيء قلنا اكو عندنا كلاس 3 الصنف الثالث من كابينات الامان الحيوي ار موست سايتوبل، يكون اكثر ملائمه فور وورك للعمل وذ هازاردس ايجنتس، يعني العوامل الخطره هازاردس ايجنتس ذات ريكواير، التي تحتاج مستوى امان من المستوى الثالث و الرابع، يعني مثل فيروس كورونا هذا من المستوى الرابع. لذلك انت تلاحظون البحوث او العمل في المختبرات على فيروس كورونا عندنا بالعراق غير موجود، ليش؟ لان احنا ما توفر عندنا مختبرات ذات مستوى امان 3 اور 4، متوفر عندنا ربما المستوى الاول اكيد والثاني ايضا موجود، بس اعتقد الرابع ما موجود عندنا. هسه ناخذهم بعض التفصيل للمستويات الثلاثه للامان كابينات. اولا بايوسيفتي كابينيت كلاس 1، يعني كابينات الامان الحيوي من النوع الاول. كلاس 1 is the most basic biosafety cabinet، يعني هو الاساسي او الابتدائي او الاولي، that provides protection، الذي يزودنا بالحمايه protection to the environment للبيئة and the laboratory personnel، إذا هو يحمي البيئة ويحمي الشخص العامل في المختبر. But انتبهوا لهذه النقطة اللون تكتب بها باللون الأصفر، it doesn't however provide protection to the products، يعني products هنا المقصود بالمادة اللي قاعد نشتغل عليها أو العينة اللي قاعد نفحصها. كابينات الامان من النوع الاول ما توفر بايو سيفتي للبرودكت،
as the unsterilized. ليش؟ لأن unsterilized room air, لأن هواء الغرفة غير المعقم, is drawn over the work surface. يمر درون, يمر أو يسحب على مكان العمل, work surface. يعني العينة اللي موجودة بطبق أو بتري ديش اللي قاعد نشتغل عليها إحنا, يمر بها هواء قد يكون ملوث, فإذا هي ما محمية, ما حمتها هذه البايو سيفتي كابينت كلاس 1, حمت فقط الأشخاص والإنفايرمنت, الإنفايرمنت بيئة واللابراتوري برسيمنال. كلاس 1 بايو سيفتي الكابينات الحماية أو الأمان البيولوجي رقم 1 الصنف الأول are typically نمطيا أو اعتياديا used to either enclose specific equipment like centrifuge, تستعمل لبعض الأجهزة اللي نستخدمها بالمختبر مثل centrifuge الجهاز الطرد المركزي, or for procedures والعمليات مثل aerating culture تهوية المزارع البكتيرية, مرات تحتاج المرة عليها أكسجين, فخما المرة عليها أي أكسجين لا ندخلها داخل هذه الكابينة على مود ما تسقط عليها الايروسول, that might potentially generate aerosol التي قد تتكون من عندها aerosol, فلذلك نضطر نحميها بهذه النوع الأول من biosafety cabinets. Biosafety cabinets of this class, كابينات أو ردهات الأمان الحيوي من هذا النوع are either ducted, يعني شلون تقول مبنية أو ملتصقة, connected to the building gas system, يعني مرتبطة بالبناية اللي بيها gas system, يعني التفريغ أو شفط أو إخراج الغازات, مفرغات, يعني مفرغات مع البناية قد تكون يعني مرتبطة بتفريغ الهواء اللي في البناية, or undacted أو غير مرتبطة تكون restriction filtered exhaust back to the air, يعني بس بداخل اللابراتوري المختبر, يعني ما مرتبطة بجهاز التفريغ مع البناية بصورة عامة كلها, لا مرتبطة بالكمبيوتر بالعفو بالمختبر فقط. In the class 1 بعدنا احنا نسوي النوع الأول من biosafety cabinets, the room air, غرفة الهواء, الهواء اللي بالغرفة is drawn, يسحب in through the opening, من خلال الفتحات, that also allows the entry of the operator's arm during work, يعني هنا نقصد بالأوبريتر يعني هو الشخص اللي يشغل اللي قاعد يشتغل هنا, فهو يدخل ايديه مثل ما شفته بالصورة بهذه الكابينة, فهذا الكابينة يقول أيضا قد يدخل الهواء من عندها, الهواء اللي يكون ملوث, فإذا هي الأمان بها أقل من الأنواع الأخرى. The air inside the cabinet, الهواء داخل هذا الكابينة, then takes in the aerosol particles that may have, وهذا الهواء قد يكون به المشكلة, هي دائما الايروسول اللي هو الرذاذ أو الجزيئات المتطايرة اللي قد تتساقط, aerosol particles يعني جزيئات, that may have been generated, التي قد تتكون and moves, التي قد تتكون وتتحرك in a way, في طريقة, from the operators, من الشخص هو هذا اللي يشتغل الاوبريتر, قد تتكون من التنفس مالته هو ايضا الرذاذ اللعاب يقيح يعطس, فايضا بجراثيم بكتيريا تسقط على هذا العمل اللي قاعد يشتغل به قدامه وتلوفه وإلى الفلتر اللي هو من نوع هيبا قلنا يسحبها. The air moving out of the cabinets, الهواء اللي يخرج من هذا الكابينت is thus, لذلك يكون sterilized via the HEPA filter, لذلك يكون معقم بواسطة هذه الفلترات اللي قلنا هي اسمها HEPA filter, before it discharged to the environment, قبل أن يذهب إلى البيئة المحيطة اللي هي داخل جو المختبر أو البناية اللي نعمل بها. In this way, في هذه الطريقة, انتبهوا إلى هذا اللون الأصفر, the cabinets protects the operator, يعني هذه الكابينات اللي من النوع الأول protects the operator, تحمي الشخص person
او الاوبريتر المشغل وتحمل البي اي انفايرمنت فروم ذا ايروسولز من من تحميها من الايروسول بات نوت ذا سامبل لكن ما تحمي العينه السامبل. فاذا هذا السطر راح الون لكم اللون الاصفر هذا مهم جدا تفتهمون الفكره مالتي. الان ننتقل الى بايو سيفتي كابينات كلاس 2 يعني كابينات الامان الحيوي من النوع الثاني. هذه الكابينات بروفايد بوث كاينز اوف بروتكشن تزود كلا النوعين من البروتكشن من الحمايه يعني الم الحمايه من السامبلز العينات اللي قاعد يشتغل عليها والبيئه. زين البيئه طبعا اللي موجوده في المختبر وفي البناء سيس ميك اب اير از اولسو ليش لانها ايضا مزوده بهذه الفلترات اللي هي هيبا فلتر. The principle مبدا العمل of operation of class 2 cabinets involves a fan اكو مروحه او مفرغه mounted in the top of the cabinet موجوده في اعلى الكابينه ذات دروز التي تسحب curtain of sterile air التي تسحب الهواء المعقم over the workstation على هذا اعلى مكان العمل الورك ستيشن هو البيولوجيكال برودكتس في حين تكون المنتجات او المواد البيولوجيه العينات اللي قاعد نشتغل بها ار بينج هاندلز يعني احنا متلامسين معها ونعمل عليها. The air then moves underneath of work station بعد ذلك الهواء moves يتحرك underneath تحت the work station تحت مكان العمل او محطة العمل او المكان اللي يشتغل به and back up to the top ويسحب الى الاعلى of the cabinet الاعلى الكابينت before passing through ثم يذهب الى الفلتر هذا اللي يعقمه ويزيل من عنده جزيئات البكتيريا والفيروسات اللي متطايرة اللي بالهواء. The exhaust المواد الخارجة او المسحوبة او اللي تخرج الى خارج الكابينت moves out of the facility تتحرك من الفاسيلتي يعني المنشأة او البناية او المختبر consist of وتكون مكونة of air being drawn متكونة من الهواء المسحوب into the front of the cabinet في مقدمة الكابينة underneath the work surface وتحت مكان العمل. The air drawn and acts as a barrier هذا الهواء المسحوب يعمل كحاجز against the potentially contaminated air حاجز ضد الهواء الملوث هذا الهواء اللي مر بالفلترات اللي خالي من البكتيريا والفيروسات يكون كحاجز ضد الهواء الملوث coming from out of الذي يأتي من خارج مكان المكان اللي موجود بين الاوبريتر الشخص العام. كلاس 2 النوع الثاني من هذه الكابينات الامان الحيوي ار فيرذر ديفايد يقسم الى خمسه اقسام ما راح ندرسها الخمسه اقسام بس هو يقسم الى خمسه اقسام ديبيندينج اون ذا اكزهاست سيستم اعتمادا على نظام الاخراج او الشفط او التفريغ and the mechanism of work وميكانيكة العمل هذه الخمسة الأنواع ما راح ندرسها وننتقل إلى النوع الثالث النوع الثالث من كابينات الأمان الحيوي صفحة 65 هذا biosafety cabinets class 3 كابينات الأمان الحيوي من النوع الثالث هذه اللي تكون يعني اكثر امانا من غيرها وتستعمل هي الان عند الاختبارات في العالم لدراسه التجارب او البحوث ضد فيروس كورونا المنتشر في هذه الايام. كلاس 3 كابينيس ار ليك تايد توتالي كلوز يعني شنو مغلق بصوره تامه ليك تايد يعني ما بي مجال للتسرب ليك تايد يعني مسدود جدا او مغلق totally closed but ولكن ventilated cabin لكن ايضا بها تهوية يعني نظام هواء يدخل ويخرج
Well, all air that either enters or leaves, يعني في حين أن الهواء الذي يدخل enters or leaves أو يخرج through the facility في هذه المنشأة المختبر يعني المقصود به pass through HEPA filter يمر خلال هذه الفلترات الخاصة اللي قلنا عليها. يعني شنو عندنا؟ الهواء اللي يخرج العفو اللي يدخل للمختبر واللي يخرج من المختبر اثنين هني مرن بهذا الفلتر. The cabinets are provided كابينات المستوى الثالث provided with rubber gloves يعني شلون كفوف بطاطية that are attached to the system مرتبطة مع النظام to be used during operation in the cabinet يعني مو كفوف عادية من هاي اللي نستخدمها احنا وندبها لا كفوف خاصة من جزء من الكابينة يستخدمها الشخص اللي يعمل. This is why these cabinets are also termed مرات يسموها glove boxes يعني صناديق الكفوف glove boxes. The cabinet even has a transfer chamber يعني اكو فد chamber يعني مجال او حيز انتقالي that facilitates the sterilization الذي يسهل التعقيم sterilization of materials المواد before they leave the glove box قبل ان تخرج من هذا الجلوب بوكس اللي هو هو الكابينه هنا سميناها جلوب بوكس كابينه من النوع الثالث. Even through the gloves restricts the hand movement بما ان هذه الجلوبز الكفوف تحدد restricts the hand movement حركه اليد يدي الشخص العامل of the operator الشخص المشغل او العامل inside the cabinet في داخل الكابينه مع انها تحد من الحركه بس هي it prevent direct contact between the operator and the تمنع الاتصال المباشر بين الشخص والعينه اللي قاعد يشتغل عليه samples. The exhaust air الهواء اللي الخارج اللي مفرغ is treated with double HEPA filter يعني يعامل بمزدوج نظام فلتر ترشيح فلتر HEPA مزدوج in the combination with the insertion بالارتباط مع عملية دخول أو خروج الهواء. These cabinets هذه الكابينات من النوع الثالث can be used for all four biosafety levels بإمكان الاستفادة منها واستعمالها في كل مستويات الأمان الأول والثاني والثالث والرابع. But these are the most important for the manipulation of biological particles at the biosafety levels وهي طبعا مفضلة للمواد الخطرة جدا للمستوى الرابع. These cabinets هذه الكابينات are mostly custom built يعني تكون مكلفة وبناءها خاص ترتيبها خاص for specific لمختبرات خاصة specific laboratories with lab equipment built inside the chamber والتجهيزات المختبرية lab equipment مبنية built inside the chamber في داخل ردهات خاصة. All of these structural and design features كل هذه الصفات والتركيبات provide maximum protection تزود حماية ذات مستوى عالي maximum to the operator للشخص المشغل وللبيئة وللسامبل ضمن against the high risk group for pathogenic organs ضد الorganisms pathogenic يعني الكائنات الحية الممرضة مجموعة الكائنات الحية الممرضة من النوع الرابع الخطير مثل فيروس الكورونا. إلى الآن انتهت المحاضرة الحادية عشر.